الروهينجا هي أقلية مسلمة وتعد واحدة من أكثر المجتمعات المضطهدة في العالم، على الرغم من أنهم يعيشون في ولاية أراكان منذ القرن الثامن، والتي تعتبر الآن جزءاً من بورما، إلا أن الروهينجا قد وضعت تحت المجهر الشديد من الحكومة البورمية، ولم يتم الاعتراف بهم كمواطنين من اتحاد بورما منذ حدوث انقلاب عام 1962 من قبل الجنرال ني وين. وبعد عقود من القمع والتهميش وإقرار قانون الجنسية لعام 1982، فقد تم اعتبارهم عديمي الجنسية رسمياً. لقد أصبحت انتهاكات حقوق الإنسان ضد الروهينجا جزءاً مترسخاً في النظم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في بورما أو ميانمار على مدى عقود، مما دفعت هذه المجتمعات إلى تهميش دورهم وحقهم في المجتمع. ليس من حقهم الحصول على التعليم، ليس لهم الحق في العمل لتأمين متطلبات المعيشة، محرومون من حرية ممارسة الشعائر الدينية الإسلامية والعادات الثقافية. يجب الحصول على إذن بالزواج من ناساكا قوات حدود أراكان، وعند عدم القيام بهذا فسوف يؤدي ذلك إلى الاعتقال. المسلمون في ميانمار ليس لهم الحق في تملك عقاراتهم أو أراضيهم ولا ممارسة أعمال التجارة خاصتهم، وتصادر الحكومة أراضيهم وممتلكاتهم دون سبب، كما يتم منعهم من تطوير زراعتهم، وليس لهم الحق في تقلد الوظائف في الهيئات الحكومية والجيش، ليس لهم حق التصويت في الانتخابات. يعيشون سجناء في المخيمات أو القرى المعزولة، مقيدين في الحركة منها وإليها. تسعى السلطات إلى تقليل أعداد المسلمين بكل السبل، بالاضطهاد والقتل والتهجير، وفرض قوانين خاصة بتحديد النسل وضوابط وشروط لتعقيد الزواج للمسلمين، ويتم تدمير التراث التاريخي بمنع طباعة الكتب التاريخية والإسلامية، ويمنع الرجل أو المرأة من إظهار السمت الإسلامي مثل إطلاق اللحي أو الالتزام بزي إسلامي، ومن يفعل فهو مجرم. الروهينجا محرومون من أداء فريضة الحج، ويتم مصادرة ممتلكات الأوقاف، وأغربها وأكثرها انتهاكاً للإنسان هي مصادرة مقابر دفن المسلمين. يمنع ترميم وإعمار المساجد، ولا يسمح بمكبرات الصوت فيها، وأحياناً يمنعونهم من أداء بعض الشعائر بها. الروهينجا هي الأقلية المسلمة الوحيدة وواحدة من العديد من الأقليات العرقية في بورما، فهي مختلفة في لغتهم وتقاليدهم وثقافتهم، مختلفة عن البورمية الأغلبية. ديانتهم وإيمانهم، حيث مجتمع الروهينجا بالكامل يتبع دين الإسلام، المظهر بالنسبة لغالبية البورمية، حيث ملامح الجسد والوجه مختلفة، فهم يميلون للون الأسمر أكثر. ونتيجة لهذا الاختلاف كان هناك العديد من الادعاءات العنصرية المزيفة ضدهم، بأن كل تلك الاختلافات لا تجعلهم من بورما وإنما من بنغلاديش. في العام 1948 استقلت ميانمار باسم بورما عن الاحتلال البريطاني الذي استمر 11 عاماً، وتسلم الحكم الشيوعي ثم آخر عسكري والذي استمر حوالي 49 عاماً، وانتهى في عام 2011 قبل الحكم الحالي. واضطهاد الأقلية المسلمة مستمراً في كل العهود، وبسببه هاجر مئات الآلاف، ولكن زاد الاضطهاد جداً إلى حد تطهير العرقية علانية من قبل الدولة، ذلك بعد مرور سنة واحدة من تسلم حكومة ثين سين زمام السلطة في البلاد عام 2011. في يونيو عام 2012 حتى العام 2017 اشتعلت شرارة العنف العنصري ضد الروهينجا، وزاد العنف البوذي بتحريض من راهب بوذي يدعى آشين بوراتو، يحتقر المسلمين ويحرض ضد مسلمي الروهينجا، فتسببت في وقوع 280 قتيلاً أغلبيتهم مسلمين، وهرب أكثر من 140 ألفاً إلى الدول المجاورة ليعيشوا في مخيمات بالية وظروف غاية في الصعوبة. وأغلقت الحكومة مئات المساجد للروهينجا، ومنعوا من آداء شعائرهم الدينية، ورفض منحهم تراخيص لإعادة بناء المساجد، ومصير من يحاول ترميمها يلاحق أمنياً من السلطات. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. ويكيتيوب، الموسوعة الصوتية الأولى بالنسخة العربية.